شهر 9 دعونا. أعطونا كش سؤال شباب عليه القيمة مدام إيمي حاضرة معانا تجاوبنا تشاركنا في الإجابات. أعطوني حاجة حاجة هكا أسئلة عميقة كما يقولوا. حبيت نستشيرك في طبيب. طبيب دو كوا واش هو الحب؟ والله ما نقدر نجاوبك باسكو علاش دوك نقول لك واش هو الحب. عنده أوجه مختلفة كل واحد كيفاش يشوفه. ما نقدرش نقول لك انا كيفاش نشوفه باسكو الحب بالنسبة لي حاجة وبالنسبة ليك حاجة وبالنسبة للاخرى حاجة. افون لينا كوكو. انا نحب نرحب بالناس اللي نشوفهم دخلوا عندي في اللايف. جو في با سامبلون اه زعما ما نشوفهمش كي يدخلوا يشوفوني ما نقدرش نعبر انا يسرى نعبر. بغيف قلت لكم الحب عنده اوجه مختلفه باسكو كل واحد كيفاش يشوف. كي تكوني في العشرينات مش كيما تكوني في الثلاثينات. كي تكوني في الثلاثينات مش كيما تكوني في الربعينات. فهمتي كل واحد كيفاش يشوف. مي نقدر ناكد لك باللي الحب ماشي هو هذاك الانجذاب الاول والشغف الاولاني والمشاعر وتخاك وقلبك يخبط وهذاك كيسموه العشق. باسكو هذاك العشق يخلص عنده بيريود يخلص فيها ومن بعد يجو بزاف اشياء اخرى. الزوج اللي يخبي ويكتب عليك في كلش سقسيه وعلاش. صديقه وعلاش يكون يكذب. الحب القلب القلب انا سي مخدع الحب انك تحبي روحك الكاس المليان يفرغ على الناس بما فيهم. اه يا ايمي روحي للبريفي يا ربي لحنين. والله المشكل انك تكتشفي متأخرة انك لازم تحبي ذاتك. صح قلت لكم ايمي لا تبحثوا عن الحب بخارجكم. هذه الكلمة كبيرة بزاف المعنى تاعها كبير كبير كبير. كبير كبير فوق ما تقدروا تتخيلوا. علاش قلت لكم في العشرين حاجه في الثلاثين حاجه وحده اخرى. تفهمي شغل مع الخبره في الحياه وكل حاجه. اي حميده تنرفت علينا يبعث لنا ليموجي حمر زعفان ما تقلقيش راني جايه. صح كي تكبري وتنضجي يولي عندك نضج معين تفهمي بلي كل حاجه لازم تكون هنا تكون هنا. انا فهمتها شويه متاخره. يقول لك ميغ تاغ كو جامي. اجمل حب هو حب المراهقه وحب الشيخوخه مين اسبيراسيون. خبره تدخل هكا درك نعلمو نعملو لايف انا وساره مره اخرى البنات. وعد ايمي بروميلي باللي نديرو لايف ونديرو له اون دات شابه ونديروا لهم لايف مهبول لايف ماشي نورمال. فيها انا لو كان نقول لكم زعما انا في بداياتي كيف فتحت الانستغرام والان شانجمون راديكال شغل. انا انسانه شغل جربت حاجات ما كنتش مجربتهم ديجا باسكو وعد باذن الله. هيا خلاص تفاهمنا قصره في البريفي وقصره عليها. قلت لك تتعلمي الدنيا تعلمك بزاف حاجات. الله غير تعلمك منظورك للاشياء يختلف كل شيء يختلف. جاوب اسمحوا لي بعث لي ليموجي راهي زعفانه. جاوبي نصارى وش بيك دايما بعث لك ما جاوبيش ما شفتش برك سامحيني.
منين تعلمي هذا انا عندي برد اعصاب خرافيه. تلاقوا بيا الناس هكا يقولوا لي ساره ما تقلقيش تنرفيش سين تنرفا نتقلق بصح تعلمت ما نرياجيش سور بلاس باسكو الانسان كي رياجي اشو يغلط بزاف. وخطره قالت لي ايمي كلمه كنت في واحد الموقف وتحقيت انسان ينصحني نصيحه نصحتني هي هذه النصيحه اللي جامي ما ننساها. قالت لي ساره الصمت لا يندم عليه. وكان عندها ألف 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 مليون حق اللي الصمت لا يندم عليه. فاخترت الصمت. كل واحد شي خير سي دي شوا. بس كي تكون منرفي تهضر نيمبورت كوا وكي الناس دير لك الضغط باش تجاوب تقدر تغلط وهذيك الهضره تقدر تقلب عليك. انسي دو سويت تعلمت نشد فمي. حاجه الناس ماشي لازم تعرفها ما نقولهاش وما نهضرش فيها. كي وحده تتجاهلك بطريقه غير مباشره سقلا نحوزها ونغلق الباب. خلاص الوقت لم يعد فيه مجال للناس الخطا انتهى. اي دوك المشكل مجالات الملاح في بلادنا باش تقرايهم على حساب الباك على حساب المعدل تاع الباك ما تقدريش دوكا ديسيدي. خدمي مليح في الباك باش تكون عندك اون بون موين اللي تقدري ديري بها اون بون سبيسياليتي. فهمتي صوم الصمت جربوه. حنا النساء نهضروا بزاف. صح 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 ويروح حقنا كثيرا. صح ايمي برافو عليك برافو عليك. يروح حقنا من البافارداج يروح حقك. بصح لو كانت سكتي حقك يجي لك. قصدي صوم الكلام. اه فهمناك. الصوم عن الكلام من اجمل انواع الصوم و تيغابي تبراي تبراي لا تبراي كتعلمي تشدي فمك. بليز اختي واش نعمري واش راكي ساره صافا وهذيك البنوتين والله الحمد لله حبيبتي صافا صافا. يعني مصباح بين القرا ما خدرش على بالك انتي هاربه بسنه. اه صح ما غلطتيش ايمي هاربه بالسنوات الضوئيه. الله غير هاربه بالسنوات الضوئيه. بصح كي تولي ما ترديش يقول لك بهلوله وبعد دير حق الحق. شكون اللي يقول عليك بهلوله؟ ماليز القلب تعلموا التدوين وكتابة الأحاسيس. قالت لكم إيمي تعلموا التدوين وكتابة الأحاسيس. بصح برك خبوا ديك الكارني مليح إيمي ما تنسيهاش هذه. بالمفتاح إلى بحضرتك الكاي دخلات علينا. كتبوا أحاسيسكم وحرقوا الورقة ماشي لازم تخبوها أصلاً.